ولازلنا مع الزمالك، حيث تأكد وصول الثنائي السوري مؤيد العجان وعلاء الشبلي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى القاهرة غدا الاثنين بناء على حجز الطيران الذي قام به الزمالك لهما. وتواجد الثنائي مع منتخب بلادهما الذي واجه إيران قبل أيام بتصفيات مونديال روسيا 2018، وصعد للملحق الآسيوي أمام أستراليا. وغاب الثنائي عن أولى مواجهات الفريق بالدوري لكرة القدم أمام الإنتاج الحربي، وكان اللاعبان قد عاد لسوريا لإنهاء بعض الأمور الخاصة بعد إتمام الانتقال للقلعة البيضاء.